التهاب الأعصاب الطرفي، يعني بنقصد بيه دايما الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية والجهاز الأوتونومي سواء كان السمبتاوي أو الباراسمبتاوي. دايما الأعصاب لما بيحصل فيها التهاب، لإما بالزيادة لإما بالنقصان، يعني بتختل الوظيفة، لإما يحصل زيادة لإما يختل الوظيفة ويحصل نقصان فيها. يعني مثلا على سبيل المثال الأعصاب الحسية لما تقل الوظيفة، أحس إيديا وإن رجليا مش حاسس بيهم، أمسك الحاجة من إيدي تقع من إيدي، ألبس الشبشب يفلت من رجلي، أتلدع فيهم ما أحسش، ممكن ماشي على الأرض مسمار يخش في رجلي ما أحسش. دي كلها انخفاض في الإحساس. طب ممكن يحصل بزيادة في الإحساس، أحس بلسيع، بنميل، بحرجان، بسخونة، أحس زي النمل فيهم، زي شكشكة في إيديا ورجليا. طب لو على مستوى الحركي يحس أحصل بضعف في إيديا، بضعف في رجليا، سقوط في القدم، سقوط في الإيد، أحس بخسسان، برفة. طيب لو الأعصاب الأوتونومية أو الجهاز الأوتونومي، ودي مشكلة المشاكل، إنه ممكن يزود ضربات القلب، يقللها، يأثر على حركة القولون والأمعاء، يأثر على النفس، وده ممكن بنشوفه دايما في مرضى السكر.